جمعية مغربية لحقوق الإنسان لا يسعنا سوى أن نعلن تضامننا المطلق ولا مشروط مع آباء وأولياء وأمهات تلاميذ مدرسة الصفوة، ونؤكد مرة أخرى على أن هذا القرار وللأسف الشديد لا زالت الدولة المغربية ما زالت ما فهمتش العلاقة وكتحاول تخلط ما بين ما هو سياسي وما هو تربوي. نؤكد انطلاقا من المداخلة اللي دار الأخ قبل قليل أن مجموعة مدارس الصفوة لا علاقة لها بما يسمى بمجموعة مدارس ديال الفاتح، ونؤكد أيضا على أن انطلاقا مما جاء في المداخلة الأولى أن الرأس مال ديال هذه المدارس هو رأس مال وطني، وأيضا الأطر التربوية هي أطر تربوية وطنية، وبالتالي أنا ما كنفهمش هذه المعادلة اللي عباد الله دارتها في الربط ما بين مدارس الصفوة ومدارس ديال محمد الفاتح. وأؤكد على أن هذه المسألة يطبعها أمران، الأمر الأول هو سياسي، واللي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترفض رفضا باتا ومطلقا أن يتم تسييس هذا الملف. واحد. ثانيا، المطلب الثاني هو أن كاين اللوبيات ديال المدارس الحرة التي تسعى إلى إزالة مدرسة الصفوة. ما نؤكد عليه هو أن اللي بغى يصفي شي حساب يصفي بعيد، ماشي على حساب الآباء وماشي على حساب التلاميذ. لأن التلاميذ أولا وأخيرا هم الضحايا. ما معنى أن يجي هذا القرار بهذه السرعة؟ أنا كنأكد للدولة اللي عاطية ولا عامل الإقليم اللي عاطي شهر من أجل الإغلاق، بمعنى أن الأمر يتطلب تدخل عاجل. نهاية شهر واحد. إذا كان هذا الأمر يحول أوتوماتيكمون بأن تيمشي على أساس أن الأمر راه طارئ، وبالتالي أنا كنقول للسيد العامل قال لي إلا بغى يغلق هذه المدرسة حتى الأطر التربوية يعتقلهم ويحيلهم على النيابة العامة، بمعنى أنه لو تيشكلوا. وبالتالي نؤكد بالنسبة لي نحن أن المتضرر الأول والأخير أمام هذا القرار، وخاصة نحن على أبواب الامتحانات، هم الناشئة وهم التلاميذ الدرجة الأولى. ما معنى أنك تحط للتلميذ قرار من هذا النوع وهو على أبواب الامتحانات، بمعنى أنك كتشتت له التركيز ديالو وكتضرب له الاستقرار النفسي، وخاصة أنه مقدم على الامتحانات، وهذا بالنسبة لنا يمس بالدرجة الأولى الحق التعليم والحق أيضا في توفير ظرفية نفسية تساعد التلاميذ والآباء على اجتياز هذه المباراة. قرار اللي هو جائر وجنب الصواب. كجمعية مغربية لحقوق الإنسان نطالب ماشي غير بالتحويل، نطالب بالتراجع على هذا الإغلاق. وبالنسبة لنا احنا ما كنقولوش ديال هنا ولا هنا، تبقى المدرسة ديال الصفوة سواء في البستان سواء في النخيل قائمة بذاتها، وما كاين لا انتشار لا استحمص، لأن أصلا ما عندها حتى علاقة بمدارس الفاتح. ونبغي نأكد في الأخير على أننا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان سندخل في هذه المعركة إن اقتضى الحال أننا نعتصم معكم ونديروا معكم جميع الأشغال النضالية محليا ووطنيا.